الاهلي تطلع تستلم الميداليات، فالنهارده ده درس للمنافس. اتمنى كانوا يعملوه في لما خسروا السوبر الاخير اللي كان انتهى بثلاثة وهربوا وهم عشان ما يستلموش الميداليات ويتحججوا بحجج الله اعلم بيها. النهارده النادي الاهلي زي ما بقول لك بيدي درس، ما بيهربش من الهزيمه، لا بيطلع في بلد غاليه على كل المصريين وسمعه الرياضه المصريه، وبيطلع النهارده لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني بيستلموا الميداليات بتاعه. فاحنا بنحيي الروح اللي دايما بيظهر عليها النادي الاهلي والاخلاق اللي بيظهر عليها النادي الاهلي. الحاجه الثانيه كان عاجبني قوي الاستاذ عمرو الجنايني وهو على منصه التتويج وهو مبسوط وهو سعيد وهو ما شاء الله كانه ايه يعني واحد بيلعب من لعيبه نادي الزمالك النهارده. حلو يا استاذ عمرو، يعني الروح الحلوه الرياضيه بتاعتك، واحنا عارفين انتمائك لنادي الزمالك. انت داخل في تحدي بعد 3 أو 4 أيام مباراه الزمالك في الدوري. يا ترى التمثيليه والمسلسل اللي احنا شايفينه بقاله كام يوم وتاجيل القمه في مباراه الدوري هتتم على ايه وهتخلص على ايه؟ بعد الشتيمه وشتيمه المجلس اللجنه الخماسيه بتاعتك هنشوف هينتهي على ايه؟ ده دور هنشوف بقى دورك فيه بعد يعني السعاده اللي انا كنت شايفك فيها النهارده. لكن بقول لك النهارده النادي الاهلي يعني خسر من لا يستحق وفاز بالكاس يعني من لا يستحق النهارده. من لا يستحق، النادي الاهلي النهارده يعني ادى مباراه كبيره. زي ما بقول لك النهارده ما اقدرش اطلع انتقد لاعب. يعني محمود كهربا نزل النهارده في الوقت اللي نزل فيه ادى في حدود المتاح والامكانيات، وصل للمرمى وهدد مرمى نادي الزمالك وادى الدور اللي عليه. هي التغييره الوحيده اللي انا ما كنتش معاها هي بادجي خاصه ان مباريات القمه مباريات كبيره دايما بتحتاج فيها لعناصر الخبره، هي اللي عارفه المباريات دي بتمشي ازاي والسيناريوهات والكلام ده كله. فكان وليد سليمان اتمنى يكون له دور، حتى كان دوره هيكتمل في ركلات الجزاء الترجيحيه. لكن لما